عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي طلبات وطالبات الصف الأول الإعدادي، موعدنا النهاردة إن شاء الله تعالى محل بيج 112 الأزهر الشريف. نص الاستماع listen and choose the correct answer from A, B, C or D. السؤال الأول بيقول لي the bridge in the text is in. الكوبري اللي فيه النص بيكون في إيجيبت مصر. السؤال نمبر 2 بيقول لي the bridge has a space طبعا floor، يبقى طبعا glass floor يعني طابق من الزجاج. بعد كده عندي المحادثة، عندي أحمد وعلي. What's the best book you like؟ ما هو أفضل كتاب أنت بتحبه؟ يبقى القرآن. سامية ومنى، سامية سألت سؤال، منى ردت عليها قالت لها my book is made أو my clock عذرا ساعتي is made of metal and plastic، مصنوعة من الميتال المعدن والبلاستيك. هتقول لها مما تصنع ساعتك what؟ فالمساعد عندي إذا هو يطلع زي ما هو وماي تحول إلى يور، وأبدأ أكمل made of me طبعا made of، أو يبقى what's your clock made of، مما تصنع ساعتك. نقول لها my clock is made of metal and plastic. choose the correct answer from A, B, C or D. السؤال الأول the Cairo طبعا تاور برج القاهرة is the tallest building in Egypt، أطول مبنى في مصر. السؤال الثاني we need to buy some water more water، نحتاج طبعا بعض أو المزيد من الماء. this bottle هذه الزجاجة is empty فارغة. السؤال number 3 it's usually very sweet in August، طبعا الجو عادة بيكون حر في أو sunny مشمس في أغسطس. السؤال number 4 if that space and your job we will move to Cairo، حالة F الأولى مضارع بسيط will والمصدر، يبقى that مفرد محتاج فيه حاجة فيها اس. if that gets لو الوالد حصل على a new job وظيفة جديدة we will move to Cairo، هننتقل إلى القاهرة. السؤال نمبر 5 I am spacing في than محتاج صفة ER، يبقى I am shorter than my brother، أنا أقصر من أخي. نمبر 6 السؤال بيقول عندي I made طبعا عملت إيه بنفسي بعض السلطة for my lunch للغدا بتاعي، يبقى هنا myself بنفسي. بعد كده صفحة 113 بيقول لي last weekend في عطلة نهاية الأسبوع I watched a TV program about Robinson Crusoe Island، في عطلة نهاية الأسبوع شاهدت برنامج تلفزيوني عن جزيرة روبنسون كروسو. بقول لك the author اللي هو المؤلف of Robinson Crusoe دانيال ديفو، اللي هو دانيال ديفو ده wrote كتب أو ألف about this island، يعني كتب عن هذه الجزيرة. بيقول لي كمان روبنسون كروسو دانيال ديفو wrote about this island because a real sailor، لانه طبعا بحار حقيقي كولد يدعى ويسمى الكسندر سليكريك، اسمه الكسندر سليكريك سبيند فور ييرز، قضى حوالي 4 سنوات الون بمفرده هنا. ديفو روت روبنسون كروسو، يعني ديفو ده كتب عن روبنسون كروسو افتر هينينج بعد سماع اباوت ذيس مان عن هذا الرجل. روبنسون سبيند اون ذا ايلاند، طبعا روبنسون كروسو ده قضى حوالي على الجزيره اون ذا ايلاند 28 years طبعا حوالي 28 سنة. today اليوم about 800 people live on Robinson Crusoe's island، حوالي 800 شخص بيعيشوا على جزيرة روبنسون كروس. life is easier، الحياة بتكون سهلة. now الآن soon قريبا they are going to build a new school، قريبا سوف يبنون طبعا مدارس جديدة ومستشفيات على هذه الجزيرة. those are things هذه الأشياء that كروسو، هذه الأشياء طبعا ذات بقول لك إن هي لا طبعا لا يمتلكها أو لم تكن ملكا لكروسو did not have يعني هذه الأشياء لم يكن طبعا لكروسو أن يملكها. بعد كده عندي answer the following question، السؤال الأول how long did Selkirk spend on the island، كم طبعا المدة اللي قضاها اللي هو سليكريك ده ألكسندر سليكريك على الجزيرة، طبعا 4 years حوالي 4 سنين. How do you know كيف تعرف ذات أن الحياة on Robinson Crusoe's island على الجزيرة is easy today سهلة اليوم، يبقى it has a school في مدرسة and hospitals that Crusoe's didn't have. يقول يعني إن إزاي تعرف إن الحياة في جزيرة روبنسون كروسو هتكون سهلة اليوم؟ هيبقى فيه طبعا في مدارس. يقول لي قريبا هم في الفقرة بيقول لي قريبا they are going to build a new schools and hospitals on the island، يعني الحياة هتكون سهلة إن هم هيبنوا مدارس ومستشفيات جديدة على طبعا التي لم يمتلكها طبعا كروسو، اللي هي ذات كروسو دي انتهى فيها في آخر طبعا في آخر الفقرة. سؤال نمبر 3 بيقول لي what does the underline those refer to، يعني بيقول لي الحاجات اللي هي تحت خط دي أو الكلمة أولئك دي ألامة تشير كلمة أولئك التي تحت خط طبعا بتشير إلى مين؟ اللي هي المدارس والمستشفيات، يبقى school and hospital مدرسة والمستشفى.
choose the correct answer from A, B, C, or D. Number four, Alexander Selkirk was طبعا كان بحار سيلور. السؤال number five, Crusoe spent on the island طبعا قعد قد ايه؟ حوالي 28 years طبعا حوالي 28 سنة. كده كنا وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى يا رب الفيديو ينال على إعجابكم، وشكرا على المشاهدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.